منصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين البنوك المركزية العربية، وعمل على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والقضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مسيرة حفلت بالعديد من الإنجازات. ويتشرف البنك المركزي المصري باستضافة اجتماع هذه الدورة. عليه نبدأ الجلسة الافتتاحية بدعوة السيد الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لتقديم كلمة ترحيبية في هذه المناسبة، فليتفضل معالي. شكرا. معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الأستاذ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأخ الكريم الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي، سيد الأخ الكريم أستاذ أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، ضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر وعظيم التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الرعاية الكريمة لأعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أتقدم لدولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل الشكر والتقدير على تشريف سيادته لهذا المحفل العربي الهام وتفضله بحضور الجلسة الافتتاحية. كما أتقدم لحضراتكم جميعاً أصحاب المعالي والسعادة بأسمى كلمات الود والترحاب، متمنياً أن تكل الأعمال هذه الدورة بالنجاح والتوفيق. ومما لا شك فيه أن اجتماعات المجلس الموقر تحظى دائماً بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، إيماناً بالدور المحوري الذي تقوم به البنوك المركزية والقائمين عليها في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية بالدول العربية. ولعلكم تتفقون معي في أن اجتماعات المجلس الموقر تعتبر وبحق بمثابة منصة عربية هامة لتبادل الرؤى ووجهات النظر في مجال عمل البنوك المركزية وتعزيز أواصر التعاون وتنسيق مواقف الدول العربية فيما يتعلق بأساليب وآليات مواجهة التحديات المتنامية التي تواجه السياسات النقدية والاقتصادية في دول المنطقة. السيدات والسادة، إن جدول أعمال هذه الدورة يناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي على رأس أولويات معظم صانعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية بمنطقتنا العربية، لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة التي تشهدها المنطقة مع تسارع المتغيرات وتعاظم حجم التحديات وما تنطوي عليه من تأثيرات متباينة على ترسيخ أسس الاستقرار المالي في دول المنطقة. هذا ومن المقرر أن نتناول في اجتماعنا اليوم مدى اتساع رقعة حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي وتأثيرتها على الدول العربية مع تلاحق الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية في دول المنطقة وانعكاسات ذلك على السياسات النقدية، فضلاً عن مناقشة مديونيات القطاع الخاص وتأثيرها على القطاع على استقرار القطاع المالي. إضافة لذلك تتطرق أعمال هذه الدورة إلى تناول موضوعين آخرين يعتبر من الموضوعات المعاصرة التي حظيت مؤخراً باهتمام إقليمي وعالمي غير مسبوق، وهما ما يرتبط بقضايا التغير المناخي ودور البنوك المركزية في التعامل مع مثل هذه القضايا، وكذلك ما يرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. هذا إلى جانب مناقشة بعض التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي لعام 24. السيدات والسادة الحضور الكرام، أود أن أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لإدارة صندوق النقد العربي ولجميع الأخوة والأخوات العاملين به على جهودهم الحثيثة في سبيل تيسير أعمال المجلس الموقر. وهنا لابد أن أشيد بالدور المحوري الذي يقوم به أخي الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في تقوية وتعزيز هذه المؤسسة العربية العريقة من خلال رؤية ثاقبة وطموحة تنطلق من أسس علمية واعية بمدى أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة البرامج الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدول الأعضاء وما يتطلبه ذلك من وجود قاعدة رأس مالية راسخة تتماشى وتتسق مع مستهدفات استراتيجية صندوق النقد العربي. وبصفة عامة فإن الاستراتيجية الخمسية
الجديدة للصندوق تنطوي على العديد من الجوانب التي من شأنها أن تعزز من مكانة الصندوق كداعم أساسي للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة العربية، حيث اشتملت الاستراتيجية على بعض العناصر التي توفر إمكانيات التطوير لبرامج الإقراض والإصلاح الاقتصادي وتتيح آليات فعالة للتمويل، مع أخذها بعين الاعتبار رفع مستوى إدارة مخاطر التمويل فضلاً عن تطوير الأداء الاستثماري للصندوق، ووضع إطار محدد لتعزيز كفاءة الإنفاق بما يعزز بناء موارد وقدرات الصندوق على مدى السنوات القادمة. السيدات والسادات والسادة، أجدد ترحيبي بحضراتكم جميعاً في بلدكم وبين أشقائكم، وأتمنى أن تكون مؤتمر ناجح وتقضي وقت برضو كويس في القاهرة. شكراً. نشكر السيد الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على هذه الكلمة الترحيبية، واسمحوا لي الآن أن أدعو معالي الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي ومحافظ البنك المركزي السعودي، لتقديم الكلمة الافتتاحية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، سعادة الدكتور فهد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي، الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذا الاجتماع وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لبلدنا العزيز مصر كل التقدم والازدهار. ولا يفوتني أن أشكر معالي أخي محافظ بنك الجزائر السيد صالح الدين طالب على رئاسته للدورة السابقة، والشكر كذلك موصول لمعالي محافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله ومنسوبي البنك المركزي المصري على جهودهم الملموسة لترتيب وتنظيم اجتماعكم الناجح بإذن الله. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر لمدير عام صندوق النقد العربي ولجميع الأخوة والأخوات العاملين في الصندوق على جهودهم في سبيل إنجاح أعمال وأنشطة المجلس ولجانه ومساهمتهم البناء في التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع، وكذلك جهودهم في العمل على المواضيع والقضايا العديدة المهمة التي يتناولها اجتماعنا لهذا العام، والتي تعكس الأولويات للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، على الرغم من التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تسهم في صعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، ما يزيد كذلك من التحديات التي تواجه صناع السياسات والمستثمرين من تلك التحديات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتداعيات تشديد السياسة النقدية في العديد من الدول. وعلى صعيد آخر، نجد في تخفيض أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية مؤخراً بداية دورة من التيسير النقدي، الأمر الذي سينعكس تدريجياً بشكل إيجابي على تخفيض تكلفة الإقراض ومخاطر خدمة الدين العام، وكذلك تحفيز الاستثمار وتحسن النشاط الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن البنوك المركزية تلعب دوراً هاماً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة
وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، حيث أن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي شرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، تشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو من 2024 إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال هذا العام، ونحو 3.3% للعام القادم، حيث تعكس هذه التوقعات تحسن في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.9 و4% على التوالي للعامي 2024 و2025. وخلال السنوات الأخيرة سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو بوتيرة متصاعدة، نظراً لما يشهده من تحولات جذرية وتنوع اقتصادي، بالرغم من تأثر العديد من اقتصاديات الدول حول العالم بالمؤثرات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن المملكة العربية السعودية ما زالت تحافظ على اقتصاد متوازن وقوي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية. في هذا الشأن كان النمو الاقتصادي في المملكة مرتبطاً إلى حد وثيق بتغيرات وتقلبات أسواق النفط، ولكن في ضوء رؤية السعودية 2030 وبعد مرور عدة سنوات من إطلاق هذه الرؤية المباركة، أصبح نمو الاقتصاد غير النفطي يقود قاطرة النمو الاقتصادي مدعوماً بطلب محلي معتبر. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، يمثل اجتماع مجلسكم الموقر مكاناً مناسباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وبالتأكيد النقدية وكيفية التعامل معها بفاعلية، بما يعزز من الفرص ويحقق التطلعات، حيث يتضمن جدولنا اليوم، جدول أعمالنا لهذا اليوم، عدة قضايا وموضوعات، منها مناقشة إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتعدد الصدمات وتداعيات تنامي مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور البنوك المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. أود في هذا الصدد استباقاً أن أشكر جميع السادة المتحدثين على مشاركتهم في تقديم عروض حول المواضيع المطروحة، كما أشكر صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على تعاونهم في تنظيم ورشة عمل يوم الأمس حول تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، حيث لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع نظراً للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في هذه الشأن، وكذلك الفرص التي قد توفرها في ذات الشأن. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، لعل اجتماعنا مناسبة لكي نهنئ إدارة صندوق النقد العربي على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وخصوصاً التي تهدف إلى تطوير قدرة الصندوق على تقديم النصح بشأن السياسات، إضافة إلى بناء القدرات في المنطقة العربية. كما نقدر في هذا السياق الجهود التي يقوم بها الصندوق من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات عالية المستوى واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، أو من خلال إصدار عدد من المبادئ الإرشادية التي تساهم في توفير المشورة والمعونة الفنية لمساعدة الدول العربية في تبني السياسات المناسبة.
ولعله من المناسب الإشادة بالأنشطة والجهود الكبيرة التي قامت بها البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية خلال اليوم الأول للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، ونتطلع للتحضير للفعاليات العام القادم بما يساهم في زيادة التوعية بقضايا هامة كالشمول المالي. أصحاب المعالي والسعادة الأخوة والأخوات، ختاماً أرجو لاجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق بحول الله للخروج بالتوصيات المناسبة التي تمكن من تعزيز الدور المحوري لهذا المجلس في التعاون والتنسيق بين المصارف المركزية والمؤسسات النقد العربية في دولنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي محافظ البنك المركزي السعودي على هذه الكلمة الافتتاحية، متطلعين لرئاسة معالي لاجتماعات هذه الدورة. واسمحوا لي أن أدعو الآن سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي لتقديم كلمته الافتتاحية، فليتفضل معالي. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يشرفني ويسعدني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لهذا البلد الكريم المضياف جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا الملتقى العربي الاقتصادي والمالي الهام. كما أعرب عن خالص الامتنان والعرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على التكرم برعاية هذا الاجتماع. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بوافر التقدير والامتنان لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على تكرمه بافتتاح اجتماعنا لهذا اليوم. والشكر موصول لمعالي الأخ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على مبادرته الكريمة في الدعوة إلى استضافة الاجتماع وعلى مساهماته الجليلة في أعمال المجلس. والشكر كذلك موصول لزملائه وزميلاته في البنك المركزي المصري على تعاونهم وجهودهم المقدرة في الإعداد والتنظيم، والذي من المؤكد سوف يساهم في إنجاح الاجتماع. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الإخوة والأخوات الحضور، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 2.8% وأن يرتفع ليصل إلى 4.5% للعام القادم، وذلك مقارنة ب 0.3 العام الماضي. وفيما يخص التضخم في الدول العربية فمن المتوقع أن يشهد تراجعاً خلال العامين القادمين، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11% في العام الحالي ونحو 7.8% للعام القادم، وذلك مقارنة ب 13.2% العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير المواتية. ولعل من المناسب الإشادة في هذا السياق بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية
وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4% مع نهاية العام الماضي، وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3. فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34% في نهاية الفترة نفسها، كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت أكثر من 90% في نهاية العام الماضي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الأخوة والأخوات الحضور، تواجه الدول العربية كغيرها من الدول الأخرى في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة. ولعل من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9% نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي. وفي نفس السياق، يعتبر تزايد معدلات المديونية من بين أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة. هذا وتمثل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة لدولنا العربية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات. ويمكن القول بشكل عام أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة الحضور، شهد صندوق النقد العربي منذ انطلاق هذا العام عملاً دؤوباً لتطوير الاستراتيجية القادمة 2025-2030، والتي ستتقاطع مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الصندوق. وقد شمل العمل تقييماً عميقاً لأداء الصندوق خلال الأربع عقود الماضية، واستطلاع آراء الدول الأعضاء حول الجوانب التي يجب وضعها كأولويات لعمل الصندوق القادم، وأيضاً تحليل معمق لحاجات التمويل للدول الأعضاء في آفاق 2040، إضافة لدراسة معايير أداء وإدارة الترتيبات المالية الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية الشبيهة. وفي ضوء ذلك، قدم الصندوق التوجهات الاستراتيجية الجديدة لمجلس المحافظين في اجتماعه الأخير في القاهرة في شهر مايو من العام الحالي، والذي قام باعتمادها وتشكيل لجنة مصغرة من 7 من المحافظين لدراسة تعزيز موارد الصندوق وتحديث اتفاقية التأسيس. ويسرني إعلامكم اليوم أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها للدول الأعضاء، وقد لقيت هذه التوصيات دعماً وترحيباً كبيرين من الدول الأعضاء. كما يسرني أيضاً أن أشير إلى أن الصندوق قطع شوطاً كبيراً في ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل أهدافاً تلبي تطلعات الدول الأعضاء وتضم مبادرات ومعايير أداء محددة في إطار رؤية الصندوق أن يكون ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة كرائد في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وفي إطار تعزيز موارد الصندوق والتوظيف الأمثل لموارده الحالية، تم بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين رفع الموارد المتاحة للإقراض بمبلغ 910 مليون دولار أمريكي في يوليو الماضي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة الحضور، قبل الختام يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم بعض المستجدات حول منصة بنى، والتي شهدت هذا العام نمواً في حجم أعمالها، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد المعاملات هذا العام إلى حوالي 120 ألف معاملة،
وهو ما يمثل حوالي 4 أضعاف ما تم تحقيقه العام الماضي. إضافة إلى ذلك، تم بذل جهود كبيرة لخفض التكاليف بناء على توجيه مجلس المحافظين، ونتيجة لهذه الجهود المجتمعة في زيادة حجم الأعمال وتقليل التكاليف، يسرني إفادة معاليكم أن المنصة ما زالت على المسار الصحيح وفقاً للسيناريو الأساسي الذي تم عرضه من قبل شركة الاستشارية PwC في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والمنعقد في القاهرة خلال شهر مايو من هذا العام. يذكر أن هذا المسار سيؤدي إلى تحقيق نقطة التعادل المالي بريك إيفن خلال عام 2028. وبالنظر للمستقبل، فإن استراتيجية المنصة تعتمد على الاستمرار في الحرص على تقليل التكاليف مع ضمان استمرار نمو حجم الأعمال. وفي هذا السياق تعول المنصة بشكل كبير على المبادرات المتعلقة بالربط بين أنظمة المدفوعات المختلفة لتحقيق المزيد من النمو. وخير مثال على ذلك ما تم تحقيقه مؤخراً، حيث تم توقيع اتفاقية للربط مع نظام الدفع الفوري في باكستان واتفاقية ضم العملة الباكستانية، وذلك بالتعاون مع بنك باكستان المركزي. وتم إطلاق المشروع بتمويل كامل شامل من مؤسسة بيل وميليندا جيت، ونأمل أن يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق لعدة مشروعات مماثلة مع عدة دول أخرى بتمويل من نفس المؤسسة، مما ينعكس بالإيجاب على تطور المنصة وامتدادها. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الأخوة والأخوات، قبل الختام أجدد امتناني لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً على استضافة هذا الاجتماع. كذلك لا يفوتني في هذه المناسبة تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبيرين الذي تقدمه باعتبارها دولة المقر لصندوق النقد العربي، والذي يساهم بدون شك في تمكين الصندوق للقيام بالمهام المناطة به على أفضل وجه. وفي الختام، أود أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم المتواصل للصندوق وأنشطة الصندوق، راجياً لاجتماعنا هذا اليوم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على كلمته الافتتاحية، وعلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الصندوق في متابعة وتطوير أعمال المجلس واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه. ويشرفني أن أدعو الآن السيد الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي حرص على التواجد معنا في هذه المناسبة وتقديم كلمة افتتاحية، فليتفضل سيادته. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، معالي الأخ العزيز حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، معالي السيد أيمن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس مجلس المحافظين، معالي الدكتور فهد محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حضور الكريم، يشرفني أن أشارك اليوم في افتتاح الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي أتمنى أن تخرج بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي. اسمحوا لي أن أغتنم تلك المناسبة لأعرب عن التقدير لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكاً هاماً للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي. كما أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة، متمنياً لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي كل التوفيق والنجاح،
وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي وبما يحقق مصالحها المشتركة. الحضور الكريم، يمر العالم بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية وأيضاً السياسية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو. أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج في تقديري إلى علاج شامل، ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي. ولا شك أن المصارف المركزية تتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسياً واقتصادياً، وتعمل المصارف في بيئة متغيرة متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات المالية والذكاء الاصطناعي وتذبذب الأسواق العالمية وزيادة منسوب انعدام اليقين. وأثق في قدرة المصارف العربية وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة. ولا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضاً في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي. فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها. أتمنى لاجتماعكم اليوم كل التوفيق، دعماً لأهدافنا المشتركة وتعزيزاً للقدرات العربية الشاملة على مواجهة التحديات. شكراً لكم جميعاً. نشكر السيد الدكتور الأمين العام على كلمته الطيبة واهتمامه بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، ويشرفني الآن أن أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم كلمة الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، معالي السيد أيمن محمد السياري رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي محافظ البنك المركزي السعودي، معالي السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أتقدم لحضراتكم جميعا بكل التحية والتقدير، وأرحب بكم على أرض بلدكم الثاني مصر، متمنيا كل التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشرفني أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تفضل برعاية أعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأنتهز هذه المناسبة الطيبة
لكي أعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة التي تعي تماماً طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المستحدثة والمؤثرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل السيد محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم والمقرر تناولها ومناقشتها. السيدات والسادة، لا يخفى على حضراتكم أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لتلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة، ولتضع حكومات الدول لا سيما في منطقتنا العربية أمام تحديات غير تقليدية تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البعد الاجتماعي مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وبطبيعة الحال فقد أسفرت أيضا تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية وبما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، غير أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي قدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي بحسب تقديرات الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تشهد أسواق العمل بعض التحولات الجذرية نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يمكن القول أن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وبغض النظر عن أثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط التجارة الدولية، إلا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي. ولقد أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024 ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة كورونا. وفي خضم تلك المتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية إنما يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاك حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات. السيدات والسادة، إن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ
من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتدخلاتها فإنها أيضاً تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات. وفي مواجهة التحديات المتلاحقة، فقد حرصت الحكومة المصرية وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023. وهنا لابد أن أشير إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو دعم التعزيز ودعم النمو المستدام، لم تغفل أيضا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة، والتي تمثل حقيقة أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدات والسادة، إن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهداً في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل لتوفير ما يقارب من 8 مليون فرصة عمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030. من جانب آخر، تواصل الحكومة جهودها في الارتقاء بمستويات البنية التحتية، وبما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، وكذلك نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص. واستمرارا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات، بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين. كما حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. ومع كل هذه التطورات والجهود على كافة المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر حتى عام 2050، والتي تركز على التقليل من انبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى 324 مليار دولار لكل من برامج التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية. الحضور الكريم في هذا المحفل العربي الهام، اسمحوا لي أن أشيد بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلا ومتانة يوما بعد يوم،
ولقد عقدت الحكومة المصرية العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما إنها تشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية. وأخيراً أجدد الترحيب بكم جميعاً بين أشقائكم المصريين، متمنياً لاجتماعكم هذا التوفيق والسداد في نتائجه وقراراته، ليجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. شكراً لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على كلمته الشاملة التي تجسد الجهود والإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية، والحرص على دعم العمل الاقتصادي المالي العربي. بذلك نصل إلى ختام الجلسة الافتتاحية، نأخذ استراحة لمدة ربع ساعة لتوديع دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالرجاء من ممثلي الإعلام إخلاء القاعة.